طيب عايزين نروح لمحور تاني وهو الزمالك والترتيبات للمرحلة اللي جاية. احنا عندنا دلوقتي فترة توقف كويسة في حدود، احنا بنتكلم في 10 ايام قبل مباراة المقاولين العرب في الجولة ال 24 من عمر الدوري. حقيقة فترة كويسة جدا لفريرة وللاعبتنا، احنا كنا محتاجين لها ليه؟ اولا انت محتاج شوية هدوء، محتاج ان انت تلتقط الانفاس بعد ما خط 4 مباريات صعبة في يونيو، فانت محتاج هذه الفترة. ثانيا فرصة انك انت تطمن على المصابين وتعرف امتى هيرجعوا تاني للملاعب، زي حمزة المسلوسي وزي محمود علاء وزي محمد عبد الغني وزي كمان احمد فتوح. ثالث حاجة هي فرصة انك انت تجهز فيها لعيبة تألقوا في هذا الشهر الجاري زي سيد نيمار وحسام عبد المجيد وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه. رابع حاجة ان مستر فيريرا دلوقتي معاه وقت كافي جدا ان هو يقف على كل السلبيات زي اي فريق، في ظل طبعا حالة الإجهاد الرهيبة بسبب استمرار الدوري، يقدر ان هو في الفترة دي يعالجها وبسرعة جدا مع اللعيبة. خامس حاجة نفكر كويس جدا جدا في اولوياتنا بقى في المرحله اللي جايه. احنا عندنا دوري، احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نحافظ على صدارته، احنا 51 نقطه. عندك كاس مصر وصلت للماتش النهائي، عندنا كاس مصر تاني وصلنا للدور ال 16 فيه، عندنا كمان ماتش سوبر هيتم تجهيزه مبكرا، وعندك قائمه الفريق في دوري ابطال افريقيا لازم من دلوقتي تبدا في اعدادها في اسرع وقت. طيب المهم دلوقتي فين بقى مع جماهيرنا؟ هو مواصلة الدعم الكبير والكامل للعيبة. احنا هنسمع كالعادة في الأيام اللي جاية شائعات عن فلان مشي فلان جاي كالعادة، ولكن كل ده غير صحيح. إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور حسم الموقف وقالت الفريق الحالي هو اللي هيمثل الزمالك لنهاية الموسم، وله كل الدعم في صفقات السوبر وهيتم اعلان عنها في نهايه الموسم. حاليا لحد دلوقتي ما حدش يعرف عن اسم الصفقات دي، ف يعني ما تجروش ورا اي اشاعه ممكن تتقال في الفتره اللي احنا عايشينها دلوقتي. مطلوب من جماهيرنا، احنا داخلين على اصعب مرحله في الموسم، تركيز الكامل بنسبه 100% والدعم الكامل للعيبه. خلينا دلوقتي نطلع فاصل قصير ونرجع بعدها ونبدأ أخبارنا.